ومن إقليم شرق الأوسط إلى إقليم البطحاء واجتماع لجنة العمل الإقليمية الذي تم فيه تقييم عمل قسم مكافحة سوء التغذية بالإقليم، حيث ترأس الاجتماع الأمين العام لإقليم البطحاء محمد طاهر. في هذا الاجتماع الشهري للجنة العمل الإقليمية التي تضم المندوبين الإقليميين للوزارات، رؤساء الأقسام وممثلي المنظمات الدولية العاملة بالإقليم، جرى تقييم الجهود الصحية لمكافحة سوء التغذية ومقارنة الأرقام القياسية للأطفال المصابين بهذا الداء لعام 2015 و2016. رئيس قسم مكافحة سوء التغذية بالمندوبية الصحية للبطحاء فايسينيكي غابرييل قدم في البدء المؤشرات القياسية المتمثلة في نسبة التعافي، نسبة الوفيات، ونسبة عدم المتابعة، أرقام تؤكد بأن البطحة يعد أحد الأقاليم التي تنتشر فيها ظاهرة سوء التغذية لدى الأطفال. وأكد المتحدث أنه بفضل جهود الحكومة وشركائها كالصليب الأحمر الفرنسي والتشادي واليونيسف، تم افتتاح 44 وحدة علاج في عموم الإقليم. هذه الوحدات استطاعت أن تقدم خدمات علاجية منحت التعافي لنسبة تقدر بأكثر من 90% للأطفال. وطلب رئيس قسم مكافحة سوء التغذية بضرورة توعية الأهالي حول أسباب سوء التغذية وكيفية الحفاظ على صحة الأبناء. الأمين العام لإقليم البطحاء إنغودان دي جنادي الذي مثل الحاكم في هذا الاجتماع شكر شركاء التنمية كالصليب الأحمر واليونيسيف لتقديمهم المساعدات اللازمة للمندوبية الصحية والمتمثلة في الموارد البشرية، الأدوية، وكذا الإشراف على عمليات الكشف.